اذا مشاهدي قناه شوف تي في اسعد الله مساءكم بكل خير مباشره من مدينه بني ملال. تحيه طيبه عطره زوفي لكل من يشاهد الان في هذا المباشر فين ما كنتم طبيعة الحال داخل ولا خارج ارض الوطن. امطار الخير الحمد لله بعروس الاطلس الان، اجواء مثيره، اجواء جميله جدا في الحقيقه. الحمد لله على نعمه الامطار، اللهم لك الحمد. تحيه للجميع، تحيه لكل الاخوان. هذه هي الشوارع ديال المدينه في هذه الاثناء، في هذه الاجواء، لحظات قليله قبل موعد الاغلاق وموعد حظر التجوال والتنقل الليلي. ومرحبا بكم في حصيله اليوم. اعلنت وزاره الصحه قبل قليل عن تسجيل 625 اصابه مؤكده جديده بفيروس كورونا المستجد خلال ال 24 ساعه الماضيه، ليرتفع بذلك العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس الى 500948 حاله في المغرب، وتسجلت 12 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات هو 8885. نسأل الله الرحمة والمغفرة لكل الوفيات والشفاء العاجل لكل المصابين. أما فيما يخص يعني حالات الشفاء، سجلت يعني لحد الآن 501 حالة شفاء، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي الحمد لله إلى 487414 حالة شفاء، اللهم لك الحمد. واستفدوا لحد الان يعني ازيد من 4 ديال المليون و449,047 شخص من الجرعه الاولى. اما الجرعه الثانيه سجلت يعني او استفدوا لحد الان 4 ديال المليون و103,257 من الجرعه الثانيه الى حدود اليوم. اما فيما يخص جهه بني ملال خنيفرة، سجلت 4 ديال الاصابات، من بينها جوج ديال الحالات باقليم بني ملال وجوج حالات باقليم خريبكا، مع تسجيل حاله وفاه باقليم بني ملال. الرحمه والمغفره للجميع، الله يرفع علينا هذا الوباء. هذا في هذا الشهر ديال شعبان وحنا على مقربه من استقبال شهر رمضان المبارك اللي كترفع فيه الاعمال. يا ربي في هذا النهار وفي هذه العشيه هذه وفي هذا النهار المبارك عند الله عز وجل، انه يرحم جميع الاموات ويشافي كل المرضى المسلمين، واللي عنده شي غرض الله يقضيه ليه، واللي مريض الله يفاجئ عليه، واللي مهموم الله يفرج كربو. يا ربي نتمنوا ان هذا الشهر هذا يكون شهر الغفران وشهر الرحمه وشهر التضامن والتآزر والتلاحم فيما بعضياتنا. نتمنوا هذا الشهر هذا نحققوا فيه القيم والمرامي الكبرى ديال الاسلام طبيعه الحال. اذا تحيه لكل الاخوان، تحيه لكل المشاهدين الكرام فين ما كنتوا كتشاهدوا هذا المباشر هذا من كل بقاع العالم. كنرسل لكم تحيات خوكم عثمان غزاف مباشره دائما من مدينه بني ملال. هذه هي المدينه وهذه هي الاجواء المثيره، اجواء ماطره الحمد لله في هذه الاثناء وفي هذه العشيه هذه. اذا القطرات من الندى ستعود وستكون يعني بردا وسلاما على كل المغاربه قاطبه، وعلى ساكنه عروس الاطلس او القليميه كما يحب البعض ان يسمونها، يعني القليميه مدينه بني ملال. اذا غادي نخصص واحد الحيز من الوقت لقراءه التعاليق. تحيه للجميع، تحيه لكم خويا محمد، اهلا وسهلا. مهيمه مرحبا بك، الاستاذ خالد الراقي مرحبا، يايا مرحبا بك، رجاوي مرحبا، امين شكرا، مهيمه مرحبا، عبدو مروان مرحبا خويا، خالد ديكور مرحبا، تحيه لك شكرا جزيلا اختي خالد. قضيه سخونه، نعم باقي الاجواء معتدله الحمد لله، مازال ما كايناش هذيك الحراره، خصوصا حنا كنعرفوا الجهه والاقليم ديال مدينه بني ملال كيعرف يعني واحد الحراره مفرطه احيانا، ولكن الحمد لله كاع اللي جاتنا عند الله سبحانه وتعالى حنا قابلين بها. انسان ضعيف في الحقيقه، انسان ضعيف، جات الشتاء كنقولوا واك واك، جا البرد واك واك، جا الصيف تنقولوا واك واك، انسان ضعيف، والله سبحانه وتعالى هو اللي بيديه الملك. والحمد لله على كل حال. اذا تحيه لكل اخواننا فين ما كنتوا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، مرحبا بكم. صراحه مدينه بني ملال هي جميله، لو يعني حبذا لو يعطوها المسؤولين يعني واحد حصه الاسد من الاهتمام ويهتموا بها، لانها دايره بحال ذاك الوليد الصغير، قد ما اهتميتي به وقد ما عطيتيه الرعايه، قد ما يعني كيتنمى وكيتطور وكيزيد في الجماليه وكيزيد في الرونق ديالو. مدينه بني ملال معروفه ايضا بالثروات ديالها الطبيعيه، معروفه بالاجواء المعتدله، معروفه بالجو ديالها الزوين، معروفه بالناس ديال الكرماء، ولكن هذا الشيء كامل فاش ما كيلقاش واحد المرتع خصب باش يتنمى فكيتبخر كخيط من دخان. تحيه للجميع، تبارك الله عليكم خوتي، كان معكم خوكم عثمان غزاف
دائما من مدينة بني ملا، نلقاكم إن شاء الله في بث مباشر آخر، وإلى اللقاء.